للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب وتقديم وزير الصحة في حكومة الكاظمي استقالته وأثر ذلك على منظومة الصحة في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاص العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم مرحبا بك. مرحب، مساء الخير، يا هلا. مساء النور دكتور إبراهيم. دكتور، يعني بعد 10 أيام من فاجعة مستشفى ابن الخطيب هناك جثث إلى الآن لم يتم العثور عليها، إلى أي مدى الحكومة جادة في التعاطي مع هذه الفاجعة الكبيرة؟ مساء الخير لك ولكل مستمعين قناة الرافدين. أستاذ العزيز، المؤسسات الصحية ليست جديدا علينا، متهالكة. مستشفى ابن الخطيب كانت ابن زهر وبعدين صارت ابن الخطيب، وكانت سابقا مستشفى التويثة. هذه كانت الأمراض الأمراض المعدية، من ضمنها التدرن والسحايا والدنيا يرجع له. هذه بعد الاحتلال، بعد احتلال العراق سلبت، حتى نقاط الكهرباء والماء والدنيا كلها سلبت، وحتى الجدار الخارجي سلب. بعد كلها تركت مفضوع. بعد استلام عديلة، ما يسمى بين قوسين دكتورة طبيبة المرجعية، اتهمت عليه، دزت وفد، يا بشوفوا هذه، قال يا هذه ما بك، بس هيك يعني، حتى ماخذين السقوف والبنكات وكل شيء، اتهمت عليه. هذا هسه يقولوا لي تيار صدري، وماذا ما له علاقة لا تيار صدري ولا اي شيء. وزارة الصحة من التسعينات او اضبط من الاحتلال لي هسه ما جاها وزير، علاء العلوان الله يذكره بالخير، من شاف الأمور سيئة قدم استقالته، وفي مال لا في مال لا. إحنا إلى الآن الآن وزير الصحة قدم أيضا استقالته بعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب، هل ذلك يعفيه من المسؤولية؟ لا، هذا التفاف على القانون، لأن هو بالقانون اتهمت عليه يتحمل كامل المسؤولية. بس ايش سوى؟ قدم استقالة حتى ما تصير عليه ملاحقة قانونية. هذا القانون الموجود بالعراق. في هذه الحالة سوف لن يكون هناك ملاحقة قانونية له. هو حجي هذا يعني، حتى اعطيك معلومة اذا الله خلاك طيب، بعد فترة راح يصير مدير عام مدينة الطب. هو كان مدير عام مدينة الطب، مع احترامي للصيادلة، هو صيدلي مو طبيب. انت المستشفيات وزارة، من يقودها يقودها طبيب، على الاقل لها عنده باك جراوند، عنده عرضية للطب. يعني شلون يتعامل مع الاف ار سي اس، مع الام ار سي او جي، مع الام ار سي بي اند سو اون، هذول يعني مو صيدلي. مع احترامي الى للرجل، بس هو فايت جهة معينة افتهمت عليه وجابه للرجل. هذه الفاجعة ليست الفاجعة الوحيدة، هناك الكثير من الملفات. يعني سواء سواء الأدوية الفاسدة أو الأدوية الملوثة أو صفقات الفساد في وزارة الصحة، هناك من يقول بأن التيار الصدري أصبحت وزارة الصحة بالنسبة له تعني أنها المنجم الذي يدر الأموال. ترى كل هذه الملفات، يعني من يتحمل مسؤوليتها؟ يتحمل وزارتها بين قوسين ما يسمى بالحكومة، اللي تسمى حكومة، هذا يتحمل مسؤوليتها، ويتحمل ما يسمى بمجلس النواب، لأن كلهم كل الدماء اللي سالت بالعراق مسؤولين عنها ما يسمى بالحكومة، ما يسألون عنها بمجلس النواب، لأن هم اللي صوتوا على هاي الشخصيات الهلامية اللي جابوها تقود بلد. نعم. بما ترجع عدم تشغيل مصانع الأكسجين ولمصلحة من؟ يعني هناك مصانع للأكسجين لم تشغل. احنا شوف، أنا في زمانة كان أكو مصنع على أساس أبو غريب يصير بالمستشفى، وقيم لهذا، وجدتي ما ادري جاء كتاب ودنيا اغلقوه، ليش؟ لان بيه مخاطر، انغلق. واكو ذاك لسه موجود يم بسكولاته، يم نفق الشرطه، معمل مال الاكسجين. اكو شوف، ضحك علي. هذا ولو خارج النطاق، هاي الكهرباء يقدرون يصلحوها، بس اكو ناس مستفيده من المولدات، الغاز ونقله و و الى اخره. إذن ما يجري من فساد للمنظومة الصحية في العراق هو مرتبط بشكل مباشر بالمنظومة السياسية فيه. بالضبط. ويتحمل الاحتلال الأمريكي، الأنجلو-أمريكي والصهيوني والبريطاني والدنيا، هم اللي جابوا هاي الشخصيات الهلامية.
من مزابل التاريخ ونصبوها على هذا الشعب. بعدين هسه يقولون العراقيين ما يشتغلون، شلون ما يشتغلون؟ انت الانتفاضه هاي انتفاضه تشرين، اكثر من 7000 شهيد، 700 شهيد واكثر من 7000 جريح. ليه دا ينطون دماء؟ بس مع الاسف، مع الاسف الاعلام العربي والغربي مكمد على هالشغله. نشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم سليمان، الاختصاص الطبيب الاختصاص العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.